مش بس وزارة الشباب وأندية السكان جوه مراكز الشباب هي اللي بتعمل الأنشطة الجميلة دي، في مصر أكتر من 40,000 جمعية أهلية مسجلة تبع وزارة التضامن موجودة في كل شارع وكل حارة في مصر، يعني ولادنا وبناتنا يقدروا يشاركوا فيها في أنشطة كتير جداً. فبيتكلموا بقى على حاجات تخصهم، تخص حياتهم، توعية بجسمهم، توعية بالمجتمع، توعية سياسية، إزاي يعرفوا معلومات اقتصادية وفلوس ويحوشوا ويساعدوا المجتمعات التانية ويعملوا أعمال خيرية. حاجة رائعة وأنشطة كتيرة جداً جداً لكل الناس اللي طول الوقت بتقول إحنا خايفين من الولاد، إحنا خايفين على الولاد والبنات من قاعدة التلفزيون، خايفين عليهم من قاعدة الإنترنت، مش عارفين نوديهم فين، مش عارفين نعمل إيه. يا جماعة، في مصر 1000 شباك وشباك نقدر نطل بيه على حاجات كتيرة مهمة في حياتنا. خلوني أقول لكم يعني شيوخ الجمعيات الأهلية اللي هو دكتور طلعت عبد القوي، جبته لكم النهاردة عشان نقابله سوا. ده رئيس الاتحاد العام للجمعيات في مصر ورئيس جمعية تنظيم الأسرة والسكان. خلونا نقابل دكتور طلعت ونفهم منه أكتر ونرجع بعد الفاصل. مساء السعادة والخيرات. في الحلقة دي بقى أنا قررت أعرفكم على شخص عزيز جداً علي، أستاذي أنا شخصياً، اتعلمت منه كتير جداً، دكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات وعضو الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وعضو المجلس القومي للسكان. ولو قعدت أتكلم على الدكتور طلعت كمناصب أتكلم من هنا لبكرة، فهكتفي إن أنا أقول أستاذي اللي طول الوقت بتعلم منه. منورنا يا دكتور. ربنا يخليك، ده حضرتك تواضع من حضرتك يعني. ربنا يخليك. أنا عايزة أكلم حضرتك على حاجة شغلانة دلوقتي وتحس إنها إيه بقت الأولوية رقم واحد عند الدولة المصرية، بس أنا مش عارفة هي الأولوية رقم واحد عند المصريين ولا لا، حضرتك اللي هتقولي. موضوع القضية السكانية عموما والصحة الإنجابية عموما ودور المجتمع يعمل فيه، فعايزة حضرتك بالراحة كده زي ما كنت بتعلمنا تعلم الناس يعني إيه القضية السكانية. والتعريف العلمي إن إحنا عشان نعيش حياة كريمة يبقى معدل نمو اقتصادي وفي معدل نمو سكاني. معدل نمو اقتصادي لابد ان يكون على الاقل 3 اضعاف معدل النمو السكاني. طب واحنا دلوقتي بقى احنا النهارده عندنا معدل نمو سكاني 2.5، معدل النمو الاقتصادي بعافيه شويه بقى 4.2 بعد الاحداث الحرب الاوكرانيه الروسيه وبعد كورونا، فاصبح يبقى احنا عندنا تحدي ان احنا عايزين نرفع معدل النمو الاقتصادي وده مش سهل، ونخفض معدل النمو السكاني وده برضو مش سهل. طيب احنا عندنا دور مهم جدا، يمكن أهم من الخدمات، التوعية، تغيير المفاهيم. تغيير المفاهيم غاية في الأهمية، لأن أنا ممكن أول أوفر خدمات تنظيم أسر وكل حاجة بس الناس ما تستخدمهاش بالظبط كده. تغيير المفاهيم، يبقى احنا النهاردة جمعيات الأهلية بتقوم بدور، احنا بنعمل لقاءات ومؤتمرات وندوات للتوعية. طب بالمناسبة دي بقى فضل. أنا عارفة إن أنتوا في الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة عندكوا شغل رائع مع الشباب. تمام. والعيادات بتاعة الشباب. العيادات الصديقة للشباب. إيه العيادات الصديقة للشباب؟ هي فلسفتها إيه يا حضرتك؟ هو أنا عندي الجمهور المستهدف مين؟ مين؟ الشباب. يعني أنا لما أتكلم عن القضايا السكانية، أنا ما بدخل مؤتمر وأبص كده في قاعة وألاقي مثلا معظم القاعة عندهم 60 سنة أو 70 سنة، بقول أنا فشلت. إنما بدخل في قاعة في مؤتمر مثلا في أي جامعة من الجامعات ولا ال 500 اللي موجودين مثلا 500 مش متزوجين، انا بعمل لقاءات حلوه جدا مع الامن المركزي. يا سلام. ايوه طبعا. يعني انا كنت وانا دكتور عمرو حسن شباب مجندين جايين من مناطق كتير. والله ده ذكاء شديد. لا جدا، لان دول ولادنا وهيخلصوا الجيش بتاعهم ويرجعوا. لا يا فندم، ده في برنامج اشتغلت انا ودكتور عمرو حسن مكان مقر مجلس خبراء السكان، وانا لازلت في هذا البرنامج. هو عباره عن ايه؟ الولد ده عباره دي في مواصفات النعاس، اللي هو سنه من 19 ل 22 سنه. مظبوط. اتنين معظمهم يعني بيكون ممكن مستواهم التعليمي مش عالي قوي. وهو المشروع القومي بالنسبه له انه يطلع من التجديد يتجوز. ايوه ده المشروع القومي بتاعه. صح. ده فيهم بيبقى متجوز. ايوه انا بلحقه بقى. ده انا بلحقه وادي له كلام بسيط كده، اقول له اطلع الاول علم نفسك،
اشتغل شغلانه كويسه عشان يبقى ليك دخل، سيبك من قاعده مع ابوك، سيبك كذا، ادخل له. فانا ده الجمهور المستهدف بالنسبه لي. فجينا بقى عملنا عياده صديق الشباب، قلنا ايه العياده دي؟ عباره عن عياده بندي معلومات للشباب. الشباب في امثل حاجه ان ياخد معلومات صح انجابيه حقيقيه. ايوه. يعني هياخدها من مين؟ يا اما من قرناء السوق وديهم منتشرين جدا، صاحبه اللي بيهبد على الفاضي، ابو العريف ده اللي قاعد ابو العريف. ايوه ماشي. وبعدين ما فيش عندنا حتى في القريه الام مش مثقفه، صحيح، فبنتها تعرف معلومه منين؟ الاب شرحه. طب انا قلنا العياده صديق الشباب دي نبدا نجيب مجموعه من الشباب وبندربهم وبنأهلهم وبنعلمهم ونديله كافة المعلومات الخاصة بالصحة الإنجابية، ونقول لهم انزلوا يا شباب بقى، روح مركز الشباب، اقعد مع الشباب، روح المدرسة الثانوي، روح الجامعة، روح أي جمعية، واقعد معاهم ببرنامج موجود قوي جدا جدا جدا، وبيعملوا الديالوج والحوار، ياخدوا المعلومات. يكلموا في إيه بقى يا دكتور؟ بيكلموا عن مرحلة المراهقة، الأمراض المنقولة جنسيا، كل المسائل الخاصة بالصحة الإنجابية بيتكلموا فيها، وأسئلة وإجابة. وبندعمهم بطبيب أمراض جلدية وتناسلية، طبيب أو طبيبة يبقى موجود في العيادة لو حد من الأولاد، فيدعوا زمايلهم لو حد قابل مشكلة يبقى عارف رايح وفي الخصوصية كاملة. إحنا النهاردة عندنا استراتيجية، مش ما عندناش، بس مهم الاستراتيجية تبقى فيها خطط تنفيذية وفيها متابعة، وفيها ثواب وعقاب. البركة فيك يا دكتور، في اتحاد الجمعيات وفي الشغل الكبير اللي حضرتك بتقوم بيه. ربنا يخليك. الحقيقة يعني لو قعدت اتحاور معاك لا ده شرف من هنا للسنة الجاية يعني بستفيد، واكيد كل اللي بيسمعونا بيستفيدوا، لكن انا مقدرة وقتك وسعيدة جدا ومتشرفة بوجودك معانا. شكرا لحضرتك، تحياتي لحضرتك، وانا سعيد جدا بهذا اللقاء الممتع. يعني ربنا يخليك يا دكتور، نورتني. الف شكرا، تحياتي.